نزلها إلى سلمان، سلمان عادت بعد ذلك إلى نيكولاي، نقلات أهلاوية رائعة رائعة جميلة جميلة جميلة. الله الحلو لازم يكمل يا دي جاليني، والأحلى والأروع لابد بأن يكون من الراس الأخضر، وفي الأهلي عمر وفرح ودي جاليني في هذه اللقطة أيضا يحضر لصالح الأهلي، واحد مقابل لا شيء عن طريق دي جانيني الذي يعود للتسجيل من جديد، وهذه المرة الضحية هو الفيحة والتسجيل في مرمى الفيحة. شايفين العبارات، الكلام والأشعار والحب بهذه اللقطة اجتمعت بهذه اللقطة وهذه المعزوفة الرائعة، لابد أن تكمل، لابد بأن الحلو يكمل يا دي جانيني. لقطة من بدايتها حلوة، من بدايتها جميلة، وبالتالي دي جانيني ما صدق خبر وأنهى المعزوفة وأسعد مدرجات الأهلي وأسعد المجانين.